يواصل قسم القرآن الكريم وعلومه بإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جهوده لتثبيت الحفظ والمراجعة بمراكز تعليم القرآن الكريم، والتي يقيمها القسم خلال الإجازة الصيفية لهذا العام بأحد عشر منطقة مقسمة على 20 مركزاً منتشراً في أنحاء الدولة بمشاركة 600 طالب. ويحرص قسم القرآن الكريم وعلومه إلى تجديد وتطوير برامجه كل عام لجذب أكبر عدد من الطلاب، وذلك لشغل أوقاتهم بالنافع والمفيد خلال فترة الصيف. وتهدف هذه الدورات إلى تحسين أداء الطالب وضبط مراجعته والمساهمة في تثبيت الحفظ وزيادة جرعات المراجعة لكتاب الله، إضافة إلى الترويح عن الطلاب عبر رحلات ترفيهية إلى حديقة الألعاب المائية وغيرها من الأماكن. وستبقى مراكز القرآن الكريم في الدولة حريصة على توسيع قاعدتها وترسيخ أهدافها في المجتمع، حتى تساهم في تأسيس جيل يتحلى بأخلاق القرآن الكريم ويسير على نهجه وآدابه. وصلت الأفراح في بيت قطر، حيث احتفت البعثة القطرية بالبطل الأولمبي معتز برشم، والذي نجح في كتابة تاريخ جديد بإحرازه للميدالية الفضية الأولى في تاريخ الرياضة القطرية بعد إنجازه في برونزية لندن عام 2012. الجمهور البرازيلي والذي سند برشم طوال مجريات الدورة كان في انتظار البطل الأولمبي ليحتفي به أيضاً. واعتلى معتز برشم منصة الشرف الأولمبي وتم تقليده بالميدالية الفضية، وكعادته حيا برشم جميع أعضاء البعثة القطرية واعداً ببذل المزيد لتشريف الوطن وحمل رايته عالياً. ضمن فعاليات مهرجان صيف قطر 2016 كان في عنا عرض مسرحي تحت عنوان الريد إنديان أو الهنود الحمر. طبعا هذا العرض المسرحي هو مؤلف من 4 أغاني بتطلع عليه فرقة بتقدم الحقبة التاريخية للسكان الأصليين لأمريكا ضمن رقصات معينة. طبعا أول وثاني رقصة هي بتمثل حياتهم الهادئة للهنود الحمر أو السكان الأصليين لأمريكا بالأصح، بتمثل حياتهم الهادئة أو عيشتهم كيف كانت بشكل مريح وكانت ستيبل يعني. بعدين لما اجى المستوطنين الجدد يلي كانوا من انحاء اوروبا واستوطنوا بامريكا تحت عنوان المستوطنين الجدد، حاولوا صار في نزاع بينهم وبين الهنود الحمر وصار في بيناتهم حروب. طبعا هالحروب انا مثلناها بالاغنيه الثالثه اللي كانت هي عباره عن حرب دارت بين المستوطنين الجدد وبين السكان الاصليين لامريكا، و وكان في نوع من الرقصات يلي حاولت تجسد هالحرب. بالنهاية بالأغنية الأخيرة كان في صلح بين الطرفين، وفعلا هو هلأ في صلح بين الطرفين وفي بيناتهم تعايش سلمي.
ونحن دائما منحاول نوجه رسالة عن الحضارات. فكانت السنة الماضية في عنا حضارة الفرعونية والحضارة الأفريقية والحضارة البرازيلية، وهالسنة وجهنا الحضارة الأمريكية أو الهنود الحمر. بالنسبة للعرض كان في تفاعل كبير بين الصغار وبين الكبار، الحمد لله، وكان الحضور جيد جدا. العرض رح يتم عرضه يوم أي يوم لا من الساعة 8 للساعة 8:30 بمركز الدوحة للمعارض. بتمنى من الكل يشاركنا بهذا العرض الشيق. تضم جامعة قطر مجمع الرياضات المائية الذي يهدف إلى توفير الرياضة النوعية ذات الجودة العالية في المرافق الرياضية، وذلك من خلال تقديم العديد من البرامج الرياضية والترفيهية والتي تطرح بصورة دورية لتطوير الطلبة والطالبات بدنياً ولترسيخ الإحساس بانتمائهم إلى الجامعة والمجتمع. يضم مجمع الرياضات المائية عدداً من المسابح وصالة للياقة البدنية، ويساهم في تنظيم عدداً من الفعاليات والأنشطة على مدار العام من أجل ترويج ثقافة ممارسة الرياضات المائية بين منتسبي الجامعة، فضلاً عن تدريب منتخب الجامعة للسباحة وكرة الماء ورياضة الغوص. وخلال العام الأكاديمي تتاح الفرصة للطلاب في جامعة قطر بالانتساب إلى الفرق الداخلية أو الخارجية، وقد صممت هذه البرامج لصقل المهارات القيادية والعمل الجماعي. إن المرافق الرياضية والخدمات المقدمة في مجمع الرياضات المائية بجامعة قطر ليست حصراً على المجتمع الجامعي فقط، ولكن أيضاً يمكن للخريجين وعائلاتهم التمتع بها. المزاج الحاد للأطفال وكثرة الصراخ هي مشكلة تعاني منها الكثير من الأمهات، خاصة عندما يصاحبها سلوكيات سيئة كقدم الأظافر وشد الشعر ومص الإصبع، مما يدل على وجود مشكلة عصبية لدى الطفل. مشاكل الأطفال العصبية لها عدة أسباب نفسية، منها مرجعها إلى فقدان الطفل للحنان الأسري والحب وشعوره بالاضطهاد من قبل أقرانه. أما الأسباب التربوية فهي شعور الطفل بالتفرقة بينه وبين إخوته وكبت مشاعره وعدم السماح له بالتعبير عما بداخله، وتعد خلافات الوالدين أمام الأطفال من أهم الأسباب التي تؤدي إلى مشاكل عصبية لدى الطفل. ومن الأسباب الطبية التي تزيد عصبية الأطفال نقص فيتامين د وزيادة نشاط الغدة الدرقية ونقص الحديد والإصابة بالديدان في المعدة وأيضا صعوبة النطق. ولعلاج هذه الحالات توصي الدراسات بإشعار الطفل بالقبول والحب والحنان ومحاولة دمجه مع أقرانه ودفعه لممارسة الرياضة واللعب، إضافة إلى منحه القدر الكافي من الطعام والنوم حتى تهدأ نفسية الطفل وتعود الفرحة إلى الأسرة من جديد. تحقيق الريادة في تطبيق الممارسات المستدامة بيئياً منطلق يسعى مجلس قطر للأبنية الخضراء من خلاله إلى دعم الصحة والاستدامة الشاملة للبيئة والأفراد والأمن الاقتصادي على مدى أجيال قادمة. البناء الأخضر ليس بناءً مطلياً بلون أخضر بالتأكيد، وليس بناء تكثر حوله وفيه المزروعات والأشجار الخضراء. البناء الأخضر هو مفهوم جديد يطلق على الأبنية التي توفر كل الظروف والإمكانات لحماية البيئة وتدعيمها أثناء تعميرها والعيش فيها. فهل استطاعت الجهود والمساعي التي بذلت في دولة قطر إلى التوجه نحو بناء صحي صديق للبيئة وداعم للحياة؟
أروع مكان للمرح على الإطلاق بالنسبة لهؤلاء الأطفال، حيث الألعاب والخيارات الحماسية التي تذكي من روح المغامرة والتحدي لدى جميع الأعمار تنبض بالمرح والتسلية في أجواء مكيفة. والله جيل اليوم يحب المغامرات، أكيد يحب الألعاب اللي فيها رعونة أكثر، فيها خطر أكثر. زين، ما أعرف يعني جيلهم يختلف عن جيلنا، وأتوقع أن الألعاب هنا يعني توفر لهم متطلباتهم. والله الألعاب هنا حلوة جدا وفيها أكشن والعيال يستأنسوا عليها، وبالخص أني مأمنة والحمد لله، يعني جو رائع ومكيف المكان، شيء ممتاز جدا جدا. المدينة الترفيهية هذه حظيت بشعبية كبيرة، فهي محور الألعاب الترفيهية لزوار مهرجان صيف قطر، زوار يبحثون عن المغامرة ولكن أيضا عن الأمان. معنا مجموعة من أكثر من 50 شخص، وكلهم نجي قبل بساعة من الحفل، بننتبه على كل اللعب وبنتأكد من سلامة كل شيء من أي شيء، وبعد ما نخلص كمان كلهم نفس الشيء، معايير السلامة أكيد موجودة، وفي عنا سيفتي وحماية على كل اللعب. أكثر من 60 لعبة مطابقة لمعايير السلامة العالمية تتنافس هنا لتكسب ود الأطفال بأحدث الألعاب وأفضل الأسعار خلال مهرجان صيف قطر. بنسبة تجاوزت 22% تراجع معدل وفيات حوادث المرور بالدولة عما كان عليه خلال النصف الأول من العام الماضي. تراجع يعود بالأساس إلى جهود متعددة قامت بها الجهات المعنية بهدف التوعية بمخاطر حوادث السير وما يترتب عليها من أضرار بشرية ومادية. نتائج هذه الجهود لم تنعكس على تراجع معدل الوفيات فحسب، وإنما انعكست كذلك على مستوى الإصابات ونوعية الحوادث. ووفقا لإحصائيات وزارة الداخلية، فقد بلغ معدل وفيات حوادث المرور نحو 6 حالات وفاة لكل 100,000 نسمة في النصف الأول من هذا العام، مسجلا انخفاضا بنحو 28% مقارنة مع النصف الأول من عام 2015. ولم تصل حوادث الوفيات نسبة 1% من إجمالي الحوادث، متراجعة بأكثر من 27% عنها في النصف الأول من العام الماضي. كذلك انخفض عدد القطريين الذين توفوا خلال الحوادث بأكثر من 22%، وبلغت نسبة الحوادث البسيطة التي لم تسجل فيها إصابات أكثر من 97%. أما الحوادث التي أسفرت عن إصابات فقد شكلت نسبة ناهزت 2.5% من إجمالي الحوادث المسجلة، بمعدل بلغ نحو 19 حادثا لكل 10,000 نسمة، وهو ما يعني انخفاضا بنحو 5% عما كان عليه الحال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كذلك تراجع معدل وفيات حوادث المشاة بنسبة فاقت 33%، ليبلغ 26 حالة وفاة بدل 39 في النصف الأول من السنة الماضية. وتعكس هذه النتائج نجاعة الاستراتيجية الخاصة بالسلامة المرورية التي تسعى من خلالها الجهات المعنية بالمرور إلى خفض الحوادث والتقليل من أضرارها البشرية والمادية. يتميز مركز لعبيب الصحي الذي تم افتتاحه هذا العام بكونه أول مركز مهيأ بطريقة جديدة وتقنيات عالية الجودة في مجال الصحة والمعافاة والعيادات التخصصية المختلفة. طبعا مركزنا احنا انفتح كأول مركز للصحة والمعافاة في الدولة، اللي يتميز فيه إضافة إلى العيادات العامة، عيادات الأسنان، عيادات تخصصية مثل الأنف والأذن والحنجرة والعيون والجلدية، هناك طبعا عندنا مركز الصحة والمعافاة. يستفيد من خدمات هذا المركز أكثر من 20,000 مواطن ومقيم من المناطق الجغرافية التابعة له كالخيسة وروضة الحمام والنعيم. أكيد مرضانا كلهم ننصحهم يعني بالصحة بصورة عامة، كذلك أدنى من الكتيبات اللي فيها معلومات عن صحة المريض، إضافة إلى عيادات متخصصة أخرى مثل عيادة التوقف عن التدخين، في أدنى عيادة التغذية مع أخصائي تغذية، هذا كله يساهم في يعني تحسين صحة المريض. بهذه الصالات المتميزة والمجهزة بأحدث أنواع الأجهزة الرياضية والسونا وحوض السباحة، يكون مركز الصحة والمعافاة الأول من نوعه في الدولة ضمن خطة تطوير المراكز الصحية الجديدة.
الرياضة هي مثبتة علمياً أنها تساعد في تحسين عدد من الأمراض المزمنة، أمراض القلب، السكر، الضغط، إضافة للسمنة اللي هي يعني أحد الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الأمراض المزمنة. فهذا اللي يعني إحنا نزوده هنا ونحاول إن شاء الله نحسن من صحة مرضانا. كما يساهم المركز في نشر التوعية في عدة مجالات، وتحديداً من خلال برنامج الفحص المبكر لسرطاني الثدي والأمعاء المنتشرين بشكل لافت لدى السيدات والأمهات. بعد افتتاح مركز العبيب الصحي، تم افتتاح مركزين آخرين في كل من أم صلال وروضة الخيل كجزء من خطة تطوير وزيادة المراكز الصحية بكافة أنحاء الدولة.